اعطني الناجين معنا. والله تعطينا غصك. بحب 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 ارحب ارحب عشان نكمل حش مرحبا يا راعي الحصان. ارحب مرحبا هلا عاد تعودها تستاهل يا ابو عبد الرحمن تستاهل. تبقى هلا ممكن اكون انا يعني استعجلت يوم قلت ما قام من اخوياك الاثنين الدفين وايمن الضفيري سلامهم في حراره، لكن هذا تخصص حقي يلزوم ما هو تخصصي. لكن بما اننا في فقره ذا اند ايضا لا نغفل ان نتحدث عن الراعي الوقف سم واخويانا غاليين. ولكن عبد العزيز رباح صوته طالع عندكم ولا مقفل مايك؟ لا شغال مايك. تفضل. اقول نواف غالي ولكن احنا احتراما للفقره اتفقنا انه ما نطلع على المسرح. بيض الله وجيهكم. بيض الله وجيهكم، شكرا لكم. ولا نواف غالي واخواننا غاليين كلهم. لا بس هو تساؤل لازم اطرحه. لا احنا نبغى زوم يعقبون الاثنين اللي طلعوا. تمام بنشوف الموضوع هذا عند زوم. عند استاذ سالم عزام. مو محبته ولا نحب نواف الخلفي ولا ما نركب فوقه. شكرا عبد الله دفين اعطانا الاجابه. احنا في ذا اند ايضا لا نغفل ان نتحدث عن جمعيه رؤوم ووقف اليتيم باشرف بقاع الارض. انا جيت عند اسمي